بشريين متميز مختلفين. البنية والموارد، البنية التحتية والمبنى ممتاز. السلطة المركزية الحالية ما فيش أي ضغوط عليها، المدير حق رئيس الهيئة يتحكم بالهيئة كاملة. لا لا ما هي هيئة مستشفى التوحيد، لا 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 مقتضى القوة بالقلم هذا إنه مجلس إداري حكومي، مش مدير الهيئة ورئيس مجلس الإدارة. يعني عندما نقول سلطة مركزية مش مركزية، يعني احنا فتحنا في الجودة مش قلنا التمكين. نعم تمكين ال لا هي بس انا قصدك استقرار عن بقية. اولا شغل لكم هذا، انت ممكن تنجح بأي مؤسسة ان انت تمارس الديكتاتورية او الديمقراطية اللي هي البيروقراطية خاصة في المؤسسة الانتاجية. عندما تشوف تسيب من الموظفين تريد تعيد الوضع الى وضعه الطبيعي ممكن، لكن إذا أردت أن تقوم بعملية الإبداع والابتكار والمخاطرة والأشياء لا يمكن أن أنت تمارس سياسة ديكتاتورية ويكون فيها عملية إبداع. ما حد بيتجاوب معك، أنت تتعامل معك بالبشري. كيف إنسان يمارس على غرور إذعان وإخضاع وإضعاف وما يسمحش الإنسان بتطوير ذاته ولا يسمح لك مشاركة القرار، أين عاده بيكون الإبداع موجود ولا الابتكار؟ الجانب الآخر بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة للمستشفيات والجامعات بالتحديد أيضا، مش إلا القيادة الديمقراطية، القيادة المتساهلة عدم التدخل لأنه أكثر تخصصية. شوف الجامعات كل عمادة متخصصة، كل قسم متخصص. يعني مثلا الرئيس يكون مثلا خريج إدارة وخريج قانون وكذا، ما يفهمش مثلا في الطب ولا فهم بالحقوق ولا فهم، فبالتالي الكليات بروفيشنال محترفين. كذلك في الطب، الطبيب احيانا بروفيشنال في مجال تخصصه، ما تقدر تستفرض عليه يعني سياسه ديكتاتوريه، ولذلك تنتبه لهذه الاشياء. القياده المتساهله هي المناسبه في المستشفيات. الموظفين صحيح الاداريين يحتاجوا الى نوع من السيطره، بس يجب ان يكون المدير يفصل ايضا ما بين الممارسه الاداريه اللي تكون للناس المحترفين والفنيين واللي هم بروفيشنال وبين اللي هم مثلا اداريين. لازم يكون في اختلاف، ما يعاملوش بنفس المستوى، لانه احيانا ممكن اذا ترك الاداره المتساهله الموظفين الاداريين احيانا قد ربما يقفوا عائق احيانا يا شباب امام الناس المحترفين. يعيفك حتى بتوفير المواد الاساسيه، يعيفك في البيروقراطيه اللي هي المعاملات الاجراءات الطويله. انت اذا تريد اي حاجه مستلزمات حتى قرطاسيه تظل يعني وقت تعامل عليها، ولا مش موجوده هذه عندكم؟ في مثال على وجود الدكتاتوريه والمركزيه في القرار الاداري في المستشفى. اكبر مثال مستشفى الثوره، معروف ان مستشفى الثوره يدار بطريقه مركزيه استبداديه الى حد ما، هلا سواء كان مجلس الاداره او مدير الاداره. عندما اندلعت الحرب كان من حسن الصدف انه الاداره تخلي محلها مسافره او كانت خارج البلد، فصار هناك نوع من الحريات لبعض الاقسام، فتم انشاء اقسام جراحيه زي مركز الطوارئ الجراحيه في هيئه مستشفى الثوره، واستقبل عمل اكثر من 600 عمليه، حتى عمليات قلب مفتوح مركز الضنك. فهناك كان في نوع من المرونه في اتخاذ القرار وادارات، هنا نقدر نقول عليها قيادات توافقيه، فاحدثت نجاح باهر رغم الظروف الصعبه، احدثت نجاح لم تستطع ان تحدثه الاداره المركزيه التصمتيه في عز النظام والامن والموازنه. يعني يقول لهم تمكين، ممتاز هذه الاداره الصحيحه، خاصه عندما يكون شخص متمكن. لكن الاداره دائما خذها فصل كذا، المؤسسات الصناعية فقط الذي ينفع معها ممكن تمشي بالنظام الديكتاتوري أو البيروقراطي. ليش؟ لأنه كلها تعتمد على الآلات، اللهم العمال فقط هم اللي يقومون بالأعمال الروتينية اللي هي النقل والتخزين وإلى الآخر أعمال روتينية. لكن بالمؤسسات الخدمية بشكل عام ما ينفعش معها النظام الديكتاتوري ولا البيروقراطي. أنا أقول إنني هيئة مستقلة عن بقية الهيئات المحلية ذات المحافظة، يعني مدير الهيئة رئيس الهيئة ما فيش حد
نظام من الأولية. معناته ما فيش تمكين هنا ما عم لا هو رئيس هيئة، رئيس هيئة مستشفى التوقع أو مجلس الإدارة. ميزانيته وكالة توافق موظفينه، كل ملكة بقية السلطة المحلية ما تدخلش. بس هذا القانون، قانون هيئة مستشفى الثورة ليس مركزيا أساسا، هو قانون يقوم على مجلس إدارة. أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة رئيس الهيئة، رئيس مجلس الإدارة. بعدين أول مجلس المحلي مدير المالية عب، مدير الصحة عب، مدير مكتب التخطيط عب. ليش استثماري ولا لا؟ هي استثمارية. حتى الموازنات حقها تحدد على قدر التشغيل. يعني إذا على قدر ما تشتغل تصرف زي الهيئة هي أساساً. هي عطيت مساحة من القانون، مساحة من الإجراءات عشان تقدر تشتغل. لكن في ناس يستخدم لك المميزات القانون لأخذ الصلاحيات والهروب من الرقابة الأخرى، وبالتالي عدم تطبيق النظام الداخلي للهيئة. يعني مثلاً الآن يمارس الهيئة إنه رئيس الهيئة كأنه مدير عام مستشفى الثورة أو السويدي، وهذا خطأ. يجب أن تحكم الهيئة بمجلس إدارة، يعني مجلس إدارة في مسجد الأعضاء. حتى قرار فصل أو قرار فصل أو تعيين أي موظف إلا عبر الآن مدير هيئة مستشفى الثورة اتخذ قرارات فصل وأكثر الطاقم اللي اشتغل في الحرب من غير أي إيد. هو النائب حقه في السقاسي. عندما ندرس نقاط القوة والضعف طبعاً وتحليل عوامل الخطر والفرص المتاحة، هنا بنستطيع نحلل الخطة الاستراتيجية أحياناً التي تحول بين المؤسسة والوصول إلى التمعين. بعد أن ندرس هذه الأشياء، نقاط القوة والضعف المتاحة، بنعرف أين الخلل، أين يكمن الخلل، بحيث أنه يعني توصل المنظمة إلى عملية إيش التمييز والإبداع بعد ما نكتشف هذه المعوقات أو المخاطر. طيب نموذج السوات هنا، نقاط القوة والسترينجز ونقاط الضعف والكنيسيس والفرص المتاحة والشريتيز والمخاطر اللي هي إيه؟ تحليل البيئة الداخلية هنا بشكل عام. تحدثتم عن بعض النقاط. تستطيع أيضا مثلا يعني بالمؤسسات الربحية أيضا بتشوف حجم المبيعات، النمو، مستوى النمو، الحصة السوقية، السمعة الحسنة، الموقع، كل الأشياء هذه نقاط القوة. دائما عكسها بيكون نقاط إيش؟ ضعف. وأنت عندما تعمل تحليل مثلا لمستشفى الثورة بتعمل تحليل موضوعي، يعني مثلا الكادر، هل هو مثلا أوكي تمتلك كادر محترف هذه أو لا، هل تمتلك الموقع جيد غير جيد، السمعة جيدة غير جيدة، النمو، والحصة السوقية، التكنولوجيا، الأجهزة الحديثة، الجودة، الممارسات الإدارية الداخلية. أحيانا تكون نقاط قوة تبني إدارة، تبني الجودة الشاملة، تطبيق إدارة الجودة الشاملة أيضا نقاط قوة. الكلف وهكذا، هذه كلها تعتبر إيش؟ نقاط قوة، وعكسها نقاط أقوى. طيب ننتقل إلى البيئة إيش؟ الخارجية. شوف تحليل البيئة الخارجية اللي هي يطلق عليها بيس اللي هي بوليتيكال عوامل سياسية، إيكونوميكال اقتصادية، و سوشيال، وأيضا اللي هي إيش؟ تكنولوجيا. أحيانا العوامل الاجتماعية سوشيو كالتشر تسمى، أحيانا يدمج معها كالتشر، سوشيو كالتشر اجتماعية ثقافية. البوليتيكال أيضا يدمج معها أيضا ليجل، يعني نأخذها بشكل عام. هذه العوامل الخارجية التي لا يمكن لأي منظمة أن تسيطر عليها، وإنما يجب أن تأخذها بنظر الاعتبار من خلال سياسات التوافق أو التوليف، سياسة التوفيق والتوليف معها، اللي هي التكيف معها، adaptation، خطط بديلة برضو. نعم، very good، alternative strategy or contingency plans، خطط أيضا طارئة مرفية. طيب
تعالي للعوامل البيئة السياسية يا شباب. ها من يقول ليش البيئة السياسية مثل ايش؟ الوضع السياسي السائد دائما ممتاز يعني معناها بوليتيكال انستابيليتي عدم الاستقرار السياسي خلاص اوكي القوانين اللي تصدرها شوف هنا يا اما تشكل فرصه او تشكل خطر قوانين قد ربما الدولة تصدر قوانين لصالح المنظمة مثلا يعني ايش الإعفاء من الضرائب والجمارك والاستيراد يعني الأجهزة الحديثة هذا قانون بيكون لصالح من المنظمة هذه فرصة المفروض تستغلها واحيانا يكون لا منع الاستيراد مثلا التكنولوجيا المتطورة بعض الدول تمنع او احيانا يكون في مقاطعة من قبل الدول مثل ما حصل الحصار الاقتصادي اللي كان على العراق والحصار على مثلا على ايران بعض الدول احيانا تحاصر هذه الدول اذا تعتبر هذه نقطه يا تعتبر ايش مخاطر بس القانون التجاري اللي بيقول لك ما يحكش الا اجنبي اللي يستثمر الا بنسبه 49% و51% من شركه محليه وكل شيء يسجل بس التاجر المحلي يعني عملوا له كده يعني حصل على علامة فيها معينة ملي شوف الحين أحيانا تغير مفردات الحوار عندما تقطع العلاقات يا شباب مع أي دولة تحصل أحيانا هناك مصادرة expropriation confiscation ممكن تحصل مصادرة وتحصل أحيانا نزح ملكية عندما تقطع يعني تسوء العلاقات تحصل مصادرة يعني أنا ممكن أصادر ممتلكاتك يعني معك بدون تعويض زي ما حدث يعني بعطي لك تعويض او انزع الملكيه واعطي لك تعويض يكون في خيار في مع التعويض وبدون احيانا الدوله خلاص اتخذت قرار انه بعدم السماح للشركات الاجنبيه بالعمل داخل البلد خلاص امرنا مثلا الدوله نفسها تعوض المدراء الشركات هذه تعويض عادل زي السعوديه الان مش حق اليمنيين انهم يستثمروا نهائيا في السعوديه بس بعام 90 عندما خرجوا يعني بالكيما وهي صدام سيطرت اخذت صادرت كل الممتلكات حق اليمنيين والشركات بدون تعويض لحد الان في اشخاص وناس صادرين بدون تعويض في اشخاص معهم هذه تعتبر برضه من المخاطر التي تتهدد الاستثمار الاجنبي ايضا وهذا الامر كما ذكرنا صار في الاردن حيث ان الحكومه خففت قوانين الرقابه على المؤسسات الصحيه واعطتها فرصه للابداع وفرصه لتطبيق نظام الجوده فالان نلاحظ في الاردن تطور شيء صار في المجال هناك تسمى السياحه العلاجيه يعني ارتقوا بمستوى العلاج حتى صار جزء من الترويج السياحي شوف الرقابه نحن هنا شوف في اليمن للاسف يضر له يعني الرقابه بشكل عام المفروض ما تظهرش كجهاز تجسسي وانما كجهاز وقائي ما تظهرش ايضا الى تصيد الاخطاء وانما الى منعها قبل حدوثها اللي هي بريفنشن كل الاشخاص الذين يقومون بعمليه الرقابه في اليمن للمؤسسات كلهم لا مش تصيد اخطاء معنا استشهاد ان نتكلم نقول ناس طيبين طيب اذا البيئه السياسيه ايش كمان البيئه السياسيه احيانا النظام نفسه يا شباب النظام نفسه يعني احيانا مثلا تشوف الحكومه مثلا يطلع لك حاكم ديكتاتوري طيب طلعت لك مثلا حكومه ايش نسميها يعني خلونا احنا بالاحزاب خلونا احنا نتكلم عن الاحزاب يعني مثلا حكومه اشتراكيه يعني بالنظام السابق طبعا ايام روسيا يعني بيكون ايش في تامين تقول الى قدرهم ما فتحوا قليل الان اذا حكومه مثلا طيب يا شباب اذا سمحتوا اذا طيب لو حكومه مثلا نقول متشدده جدا
يعني ربما يعني إسلامية متشددة متطرفة. ايش اللي بيحصل؟ من يتوقع ايش اللي بيحصل؟ لا اشوفوا احنا ما تشوف يا جماعه يعني انا بقول بيكون هنالك بعض الاشياء ايوه انا بنزل على الناس صحيح هذا تدليع اول خطوه يا شباب يا شباب لو سمحتوا يعني نحن الان مثلا البنوك نحن نقول دوله اسلاميه حتى نحن لو في تقصير نحن دوله اسلاميه البنوك الربويه هذه المفروض تغلق لانه بنوك ربويه ايوه تدري ايش المغزى يعني نحن لو حللت بشكل سلس ومرن للبنوك هذه يعني البنوك الاسلاميه اتيحت لها فرصه انه ايش يعني يعني تستثمر في المال يعني انت ممكن تحصل اضعاف مضاعفه الارباح اللي يعطي لك البنك التجاري لانه لو اشتغلت البنوك صحيح بتستثمر بتبني بنايات بتاجرها بتبيع للموظفين بالتقسيط طويل الامد بتبني مستشفيات بتبني جامعات اذا شوف التطور ايش اللي بيحصل بتحصل تنميه غير عاديه ولذلك البنوك التجارية هذه عندما تدخل كده في الخط هي بنك مبزر علشان تضعف أغلبها غسيل أموال نعم وبالتالي شو يجي الاستفادة يعني ما يصير فأنا مستغرب يعني كيف دول إسلامية تسمع يعني بالاسم يقول لك القرآن الكريم مشرع يعني مصدر التشريع والأشياء هذه والبنوك يعني أين في أشد من الربا ما في 77 يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى فاذنوا بحرب هل بعد باقي يزيد من الحرب اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك لكن الربا يقول لك انا بحاربك الله سبحانه وتعالى يحارب عبده ابدا لكن لشده الخطوره اللي فيها ما ندرك يخدم ولذلك ربما هذه المشاكل احيانا تاتي من البنوك لذلك انا ناقش مع الزملاء احيانا الماليه والمصرفيه الزملاء قلنا لهم لو استغلوا البنوك الاسلاميه بالشكل الصحيح يعني احنا بنعمل عمليه تنميه بغض النظر ان احنا نتكلم مثلا عن جانب اسلامي عن جانب ديني لا احنا بنعمل عمليه تنميه بنعمل عمليه تشغيل الايدي العامله البطاله الاشياء هذه وبالتالي بيحصل عمليه ازدهار بشكل غير عادي رفع مستوى الدخل نعم لكن الان قلصت حجمت الان دورها بشكل غير عادي مثال هي تاثير الانظمه على المستثمرين ما حدث في اربعينات القرن الحالي في الجنوب عندما قام الحزب الاشتراكي والتوجه الشيوعي بتامين جميع ممتلكات ومشاريع القطاع الخاص فقامت هناك رحله هجره جماعيه للتجار ورؤساء رؤوس الاموال من داخل عدن وكان على راسهم هاني سعيد ففتحت شركات في الحديدة وبدأوا في مناطق أخرى من اليمن الشمالي. أدى هذا إلى أن الحكومة بعد ذلك تحملت أعباء توفير فرص العمل، تحملت الحكومة أعباء كبيرة ووصلت إلى مرحلة مديونية كبيرة. عند انهيار الاتحاد السوفيتي قامت حكومة عدن واجهت نفسها أمام كارثة من الديون، فما كان منها إلا أن اقتضت في أحضان حكومة الشمال، ولم يكن طلب الوحدة عن الوطنيات بقدر ما كان هروب من الدين الخارجي. طيب الان بالنسبه للفكره ممكن في زملاء جاءوا من روسيا صراحه كلمونا قالوا بدات شوف بعض الدول بدات يا شباب تتاقلم مع العالم حتى الصين عندها نظام ديكتاتوري كان نظام حكم ديكتاتوري فيها ما يقول رئيس الدوله يكون بغض النظر عن اللوائح والقوانين والقانون الان بدات تغير من سياستها من استراتيجيتها لانه لازم يتاقلموا مع العالم يا شباب ولا بنت لازم ايوه وبالتالي اعتقد انه في تغيير فالمهم انه اي نظام بغض النظر انا اعطي لك امثله الان احنا ما ندخلش بالسياسه بس اعطي لك كنماذج انه اي نظام يمسك اكيد بيؤثر بشكل كبير يعني كل حسب توجهه صح ولا لا؟ كل بحسب ايش؟ توجهه يؤثر وتنعكس على المؤسسات بشكل عام طيب هنا ذكر لك ايش؟ هذه بتذكروها طبعا بتذكروها من ضمن الان بالتمرين هذا اللي هي الفرص والمخاطر التمرين هنا البيئه السياسيه مثلا التوجه الحكومي في مجال التحرير من القيود الرقابيه تخفف من القيود طيب
الظروف السياسية العامة التي تحكم البلد. إذا الدولة مثلا على